تبقون فيها مهما كلف الثمن. إن التخطيط الواسع لتوسيع كرمئيل على حساب أرض رمية هي بدون شك عمل غير أخلاقي وغير قانوني وغير منطقي. فأنا أدعو عادل الدار أن يعيد حساباته وأن يعيد التخطيط من جديد من أجل أن تحتوي أي تخطيط لحل مشكلة أهل رمية. وأنا أذكر بالمناسبة هذه ليست قضية عادل الدار وحده وإنما قضية السياسة الإسرائيلية بكاملها. اعطي جواب للناس عم بتحكوا عن عادل الدار، اعطي جواب للناس. وين كنتوا انتوا؟ وين كنت؟ أربعة مجلس متابعة مش فيها حاجة. نسمع صوتك بس بيكون واطي أكثر، بسمع أحسن. لإخراج مصنع الإسمنت من نجر إلى منطقة طمرة. اخواني اذا بنحبوا رمية بطلب منكم هدوء. احنا بدنا وحدة الجمهور. اهل رمية بيعانوا، اهل رمية اليوم في خط النار، في اطفال اللي بتعاني. احنا ما بدنا مجابهات، خلينا نفهم ونخطط مضبوط يا جماعة. توكلوا بالله، هدوا الامور، خلينا موحدين. بلاش طلعوا كم شرطي، طلعوا كم مطاد بتطلع على فرقتنا. خلينا موحدين، احنا اقوياء فيكم، في وحدتنا، في الجمهور. أيها الجمهور، أنتم السادة وأنتم القادة، أنتم أهل رمية. رمية بكم أقوياء. ما تهتم في الموضوع، كمل يا سماحة، على صوت، على صوت. رمية بكم أقوياء. رمية تعاني 23 سنة في حصار كغزة. انظروا الى بيوت رمية. انا متاكد اليوم رايتم رمية، ونحن جيل جديد نناضل في رمية. الجيل الجديد، الجيل السابق اليوم عمره 70 و73 سنة، واليوم جاء جيل جديد تربى على يد الاباء والاجداد، وهو اخذ الطريق في طريق النضال لتثبيت أهل رمية. أهل رمية يقولون لكل الجمهور، الجمهور العربي واليهودي، أن رمية لن ترحل باقية. رمية حتى لو قتلت جميعها لن ترحل من هنا. أنا أوعدكم صلاح فواعل، أول شهيد مستعد أضحي من أجل رمية. فلذا أنا أطلب منكم يا إخواني، نحن ولكن يوجد غرف نستطيع أن نتفاهم. نريدكم جميعكم أن نكون جنود الرمية، ليس لا لنختلف. أنا أطلب منكم ذلك وأطلب منكم الهدوء. نحن موجودين في مدينة تسمى، وأنتم تعرفون ما المسمى، التعايش السلمي. أهل رمية مستعدين للتعايش السلمي مع إخواننا اليهود. نقول لهم نحن 23 سنة في البيوت دون كهرباء، دون مدارس، دون بنية تحتية.
أعلم لكم جميعا نحن صامتون وباقون ونناقل إلى الآخر. واللي حكى معاه يخوفهن انه عم يضربوكم ويقتلوكم هن تاير المتابعه. اهل الرمي كانوا بدلوا المظاهره من اول معنا. اهل الرمي كانوا شرف مظاهره واللي عمال يلعب الدور السلطوي فتح خادم واللي عمال يخوف اهل الرمي هن تاير المتابعه. وانا بحكي لكم هاي الشغلات من معرفي وانا كنت موجود بالصوره من الاول. اللي بيلعب الدور الوسخ هن تاير المتابعه لازم نحكيها بصراحه. خلينا هون واللي بيهدف ما بيموت.